بعد رحيل الفاعل السياسي والمدني والمعتقل السياسي عبد الله زعزاع والذي قضى 14 عاما في المعتقلات في سنوات الجمر والرصاص، بلغت إلى المكتبة المغربية مذكرات نضال رجل من اليسار مترجمة إلى اللغة العربية من طرف الفاعل والكاتب الحسين الطوقي. وقدم الكتاب زعزاع السياسي البارز محمد بن سعيد أيس الدر بعدما رجع الفقيد الذي كان من رموز اليسار نص كتاب المترجم قبل رحيله شهر ماي 2021. وكتب بن سعيد أيس الدر: عندما يغيب عنا المناضلون الصادقون من عيار الرفيق عبد الله زعزاع نحس من دواخلنا بالفراغ العميق الذي يتركونه بيننا بحجم غير قابل للسد والملء. ذلك لأن الفقيد المناضل عبد الله زعزاع كان فريدا في كل شيء، حتى في شكل الحكايات التي ترسم معالم شخصيته أو معالم سيرته النضالية الحافلة بالعطاء والصمود، والتي يحق لزوجته ورفيقاته ورفاقه وصديقاته وأصدقائه الاعتزاز بها. وتبع القيادي اليساري السيرة التي بين يدي القراء تظهر من خلال هذا الكتاب والذي نقدم الصيغة العربية عبارة عن صورة خاصة اختار الرفيق عبد الله زعزاع نفسه توثيقها ورسم معالمها. ومن دون شك فإن وراء انتقائه هذه اللحظات من حياته دون غيرها ما يبرز عنده، ولو سألناه عن السبب فإن ابتسامة رقيقة من شفتيه كانت ستغني عن الجواب الذي لن نفلح به. لذلك زاد أيت الدر: هذه السيرة أصغر وأقل من أن تعطى تلك الحياة الحافلة بالعطاء والصراع والود والمحبة والمواجهة والنضال والصدق. ومع ذلك فإن قيمتها اليوم لا تكمن فقط في أحداثها وبعض تفاصيلها، ولكن أيضا في أنها مختارة من الفقيد نفسه وبقلمه. من جهة كتب المترجم الحسين الطوقي عن تأطره العميق عند قراءة مؤلف عبد الله زعزاع نضال رجل من اليسار، وزاد من خلال شجاعته في التعبير عن آرائه وكرامته التي عانت لي فكرة نقله إلى العربية لتتمكن أفكاره وتجربته القاسية من الوصول إلى جمهور واسع. وأضاف الطوقي: علينا أن نحيي عبد الله زعزاع، هذا الرجل النزيه المهووس بالدفاع عن كرامة وكرامة الآخرين. لقد ناضل به لا هوادة في شروط العمل الثوري السري القاسية من أجل مجتمع جديد تسود فيه الديمقراطية والعلمانية وحقوق الشعوب. وكتب المترجم: بعد التعذيب الشرس والسجن من 1975 إلى 1989 استمر في النضال من أجل الكرامة مع البيضاويين ضد الحجرة من خلال نضالات جماعية منظمة تحت نبضات القواعد للتعبير عن الآراء السياسية والثقافية. وقدم الحسين الطوقي هذا المؤلف بوصفه شهادات حول تربية عبد الله زعزاع ونضاله المستميت ومقاومته ومشروعه المجتمعي لخلق المجتمع الاشتراكي في تعبيرات يجمعها خيط ناظم تطبعه الكرامة الإنسانية وضرورة احترامها والنضال المستمر. وكان من أشرس المعارضين لنظام الحكم الحسن الثاني. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.